هو أكبر الجوامع الموجودة في الغرب الليبي، كان قديماً حصناً ورباطاً ضد القرصنة الصليبية على الشواطئ الإسلامية. إنه جامع مراد آغا أو جامع تاجوراء الكبير، بناه السلطان العثماني مراد آغا بأحجار استقدمت من آثار لبدة القديمة على يد عدد من الأسرى النصارى بعد وعدهم بإطلاق سراحهم إذا ما شيدوا الجامع على أحسن طراز. البناؤون الذين تم استخدامهم هم في الغالب صقليون وماطيون، وهم أسرى. استغرق بناء المسجد أو تحويره من حصن إلى مسجد 7 سنوات، وافتتح رسميا في 1559 ميلاديا. من أقرب المصادر التي أشارت إلى ذلك هو الطبيب السويسري جيرارد، الذي كان مملوكا أو أسيرا في طرابلس، والذي عاش ممكن بعد 110 سنوات في 1668، وعاش 8 سنوات في طرابلس. فهو تكلم عن أن ترغوت باشا الوالي في ذلك الوقت لم يعد يرغب في وجود هذا الحصن، خوفا أو بعض ممكن تناقلت بعض المسامع لديه بأن ممكن مراد آغا يطمح في استرداد الحكم أو أن يرجع والي على طرابلس من جديد. نحافة الأعمدة داخله وفتحات الأقواس الكبيرة والارتفاع الشاهق للقباب أعطت المكان رحابة واتساعا. أقيم الجامع على 48 سارية شيدت على كل واحدة منها أقواس بديعة الصنع أخذت شكل حذوة الفرس استخدمت لاحقاً لحفظ الكتب. الجامع يعني يمتاز بوجود مئذنة مفصولة عن بيت الصلاة مفردة بعيدة جداً عن كتلة الجامع. المئذنة تعرضت لزلزال في 1901 وبالتالي انهارت. بعض الرسومات القديمة تظهر وجود مئذنتين، أعتقد هذه الموجودة في يومنا الحالي هي الثالثة. فالأولى كانت رفيعة جدا كما تظهرها الرسومات القديمة، وكانت مربعة القطاع أو مربعة الشكل، ويقل نقول احنا تصبح نحيفة جدا وبشكل متقوس وليس بشكل نقول احنا مستقيم. شهرت ليبيا ومنطقة الشمال الأفريقي عموماً بالاستعمال المزدوج للمساجد التي تعرف قديماً بمساجد الأربطة أو المحارس. لعبت هذه المساجد دوراً بارزاً أثناء الحروب، لا سيما في الهجمات البحرية للأسبان وحلفائهم الأوروبيين، إضافة إلى دورها التعبدي.